السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ. بعد دفن الميت الحديث يقول لي أبقى قدر ما يذبح الجزور. ما أدري ما هذا بارك الله فيك أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكنه لا يوافق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرشد إليه الأمة ولم يفعله الصحابة، خالفوه في هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألونه التثبيت، هذا هو المشروع. فيقول، يقف على القبر ويقول: اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ثم يصل. نعم. أما المكف عنده فليس بمشروع.